مفيد فيه، بتلاقي برضه ما زال بيتعمل. فاحنا لازم نكون عارفينه وعارفين نقاط قوته ونقاط ضعفه، وامتى نعمله وامتى ما نعملوش، ولما نعمله امتى نعمله صح، وازاي نستفيد بيه او نعظم استفادتنا منه. زي ما بيقول الاسبكتروسكوبي ده، اول ما نزل في الكلينيكال براكتس او على الاقل هنا في مصر، كان تقريبا سنه 2000 اواخر التسعينات، سنه 2000، وهو اول حد عمله سنه 80، لكن هو نزل في الكلينيكال براكتس. واول لما نزل في الكلينيكال براكتس بقى، كانوا الناس متوقعين منه ان هو الفتح العلمي العظيم ده، احنا هندخل جوه التلفز ونقيس الميتابولايتس اللي جوه التلفز ونعرف فيه ايه من نون انفيزيف كده بالام ار. طيب امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه مع الوقت ومع تراكم الابحاث، لقوا ان هو للاسف هو نون سبيسيفيك، في حاجات كتير جدا 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 شكل بعضها، فبدا اهميته تتراجع وبدا اعتماد الناس عليه يتراجع. تمام. الام ار اس ما هواش بس في البرين، وما هواش بس البروتون ام ار اس اللي احنا متعودين عليه، لا ده في فوسفرس ام ار اس، وفي صوديوم ام ار اس، وفي كربون ام ار اس. بس خلينا احنا نتكلم في الحاجات اللي هي اللي احنا اللي هي ان كومن يوز، يعني اللي احنا بالفعل بنشتغل فيها، اللي هو البروتون ام ار اس. الام ار اس موستلي عشان يتعمل انت عايز جهاز قوي، عايز ماجنت قوي، يبقى كلوزد 1.5 او اكتر من كده. وفي اوقات بيبقى اجهزه اوبن 1 تسلا بتعمله وبيطلع كويس. البوينت هنا ما يبقاش الجهاز بتاعك بوينت 2 اوبن، اللي هو يعني بيطلع السباين بالعافيه يعني، وتقول هعمل عليه ام ار اس. ماشي. فدي اول نقطه انه لازم يكون الجهاز بتاعك قوي وعارف يعمل الفحص. طيب الام ار اس ده تكلفته قد ايه؟ يعني ما نقصدش تكلفته كفلوس، احنا نقصد تكلفته كوقت وتكلفته ككونتراست. هل ده فحص بيحتاج كونتراست ولا لا؟ هو انت ما تيجي تقيم اي فحص في الراديولوجي، اول حاجه هو انفيزيف ولا نون انفيزيف؟ لا ده نون انفيزيف. هو ده ده محتاج كونتراست ولا لا؟ لا ده مش محتاج كونتراست، لا ممكن تعمل سبيكترو من غير ما تحقن العيان. السؤال الثاني تكلفه الوقت، العيان هتزود وقت على الجهاز قد ايه؟ لان ده هتزود وقت على العيان نفسه، هل العيان هيستحمل معاك؟ والحاجه الثانيه، ما هو وقت الجهاز ده بفلوس، انت لما تقعد العيان ربع ساعه زياده على الجهاز كنت دخلت عيان تاني عملت له فحص تاني. فاحنا بيزود وقت قد ايه؟ مش اقل من ربع ساعه. عشان تعمل فحص سبكتروسكوبي كويس ومحترم ويعتمد عليه، يبقى مش اقل من ربع ساعه زياده على الهن. فانت لو عندك عيان ديسنك يبقى مش ما تعملوش سبكتر من بابه كده. يعني احنا ده مهم بقى، ان احنا النقط دي اللي احنا حابين ان احنا نوصلها للكلينيشن. لو انت عندك عيان ديسنك ما هوش عارف ياخد نفسه وما هوش عارف ينام على السرير، انت بتقول له هزود له في الفحص بتاعه ربع ساعه زياده، وعايزه يبقى ثابت تماما، لان اي حركه بتبوظ السبكتر. ماشي. طب العيان ده ما ينفعش نعمل سبكتر، ما انا متحموت العيان عشان اعمل سبكتر. عندك عيان مثلا عنده وايد سبريد ميتاستاسيس في السباين، ونومه على ظهره ده فيري بينفول بالنسبه له، يبقى ساعتها مش ده انسب عيان اعمل له سبكترو، وهكذا. ماشي. فدي معلومه ان انت تبقى عارف ان السبكترو ده بيزود اتليست ربع ساعه على الفحص. طيب لو هو كده، هو بيقول لك ان دي حاجه كويسه. طب لما هو كده ليه ما عملوش روتين؟ ليه ما عملوش زي التي 1 والتي 2 والفلير والديفيوجر اللي كان؟ ليه اعمل الديفيوجر روتين؟ وما اعملش الاسبكتر الروتين. اول حاجه الديفيوجر اللي ياخد دقيقه، الاسبكتر بياخد 15. يا شباب نعمل ميوت، الله يكرمكم. الديفيوجر بياخد دقيقه، الاسبكتر بياخد 15 دقيقه، فده وقت كتير. الحاجه الثانيه ان هو الفاليو بتاعه زي اول حاجه. طيب لو في حد من الاورجنايزر زي الشباب يعمل ميوت لكل الحضور ما عدا بعد اذنك.
يا شباب لا، ما هو مش هينفع نكمل بهذا الشكل. بيكترو بياخد 15 دقيقة، ليه ما نعملوش في كل الفحوصات روتين زي الديفيوزن مثلا؟ لأنه أولا 15 دقيقة كتير مش قليل. الحاجة التانية هو أصلا في أغلب الأوقات نون سبيسيفيك، فإحنا أوكي أنا مش هبص على الشات دلوقتي، فإحنا في أغلب الأوقات هو نون سبيسيفيك، فإحنا لازم نختار أنهي عيان اللي نعمل له الفحص. مش كل ما يطلب سبيكتر نعمله، لانه للاسف في بعض الكلينيشن عندهم اعتقاد بكابابيلتيز عاليه قوي للسبيكتر. وات از نوت ترو. ويعني هنقول بعد شويه مين العيان اللي ما نعملوش. فاحنا لازم احنا كرادولوجيست نبقى مشاركين في اتخاذ قرار هو السبيكتر ده يتعمل ولا لا، هينفع العيان ده ولا مش هينفع. طيب على الناحيه الثانيه احنا ده كله عمالين نقول للسبكتر وحش والسبكتر وقت طويل والسبكتر نون سبيسيفيك والسبكتر بس في بعض الاحيان السبكتر بيبقى مهم. الاحيان دول بيبقى ايه؟ ايه الاحيان دي؟ في تيرنا اعتقاد انا الشخصي ان السبكتر هيبقى مفيد في ثلاث احوال. الوضع الاولاني هو في بعض الاطفال اللي عندهم ولنفرض سي بي او ديفلوبمنتال ديلي او حاجات زي كده، اوقات هو يبقى فيه تشينجز في الـ بتاع الوايت ماتر امبورن ايرف ميتابوليزم ولسه الكونفنشنال نورم ما فيهوش ابنورماليتي. السيتويشن الثاني العيانين اللي هم عندهم برين تيومر وخدوا راديو ثيرابي، فهل ده راديو نكروزس ولا ده ريكرنت تيومر؟ يبقى ده بيساعد في حل المشكله، ما هو 100% هيحل المشكله بس هو بيساعد في حل المشكله. السيتويشن الثالث هو في بعض الاوقات بيبقى حقيقي احنا مثلا ايه ده لو جريد جليوما ولا فايب ولا كورتيكال ديسبليزيا، احنا محتارين يعني ما هوش يعني الكونفنشنال مش نافع يساعدنا قوي، طبعا الديفيوزن مش هيساعدنا خالص والبرفيوزن برضو مش هيساعدنا، ما هما الاثنين هيبقوا هايبو برفيوز وهما الاثنين هيبقوا فاسيليتيت الديفيوز، فساعتها ممكن يعني في بعض الاوقات بيبقى ديبيتابل، واحنا لو لجأنا للسبكترو ساعتها ممكن يساعدنا. يعني لو عملنا كل حاجه وخلاص بقى، يعني النقطه المهمه جدا واي ثينك ان هي هتبقى متقاله بعد شويه، انه ما فيش حاجه اسمها اقرا سبيكترو لوحده. هو باجن عام في الرنين هو عامله زي تجميعه البازل، انت لازم تحط كل القطع جنب بعضها عشان تشوف الصوره كامله. ما فيش حاجه اسمها بشوف ديفيوجن لوحده ولا حاجه اسمها بشوف سبيكترو لوحده ولا برفيوجن لوحده، لا ابدا. انت عشان تشخص لازم اول حاجه يكون معاك كلينيكال هيستوري كويس جدا ومحترم، وتكون عارف انه العيان اكيوت ولا كرونيك، والعيان كل ملابسات العيان حتى ايفن اللاب بتاعه عامل ازاي كل حاجه. الحاجه الثانيه اول واهم حاجه هو الكونفنشن نقصد بيه تي 1 وتي 2 وفلير والبوست كونتراست لو احنا حاملين. الديفيوجن دلوقتي بقى يعتبروه من الكونفنشن، ما بقوش يعتبروه ادفانسد، يعني دول اهم مليون مره من السبيكتر. بعد ما بتشوف دول بتوصل لاثنين او ثلاثه ديفرنشال دايجنوزز بالكتير، ساعتها هتبص على السبيكترو عشان ترجح واحد عن واحد. انما الفكره انه بعض الناس، عشان كده بقول لكم في بعض الناس عندها اعتقاد في الكابابيلتيز بتاعه السبيكترو اكتر من اللازم بكتير جدا. في بعض الناس عندها اعتقاد انه ده السبيكترو ده بقى اللي هو ايه، هبص على الكيرف قال الاكتيت يبقى ده ابسس. يا سلام، طبعا ما فيش حاجه كده، ماشي؟ ده من المال براكتس اللي بيحصل كتير واوقات بيحصل كمان من الكلينيشن، ماشي؟ طيب احنا هي ايه فكره السبيكترو؟ يعني السبيكترو ده ايه الفرق بينه وبين بقيه الحاجات التانية؟ السبيكترو معتمد على ان احنا بنحاول نعمل اسسمنت او بنحاول نقيس الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس جوه التيشو بالام ار ان فيفو، يعني من غير اي حاجه انفيزيف. ده بنعمله ازاي؟ احنا بنبقى عارفين ان كل واحد من الميتابولايتس ده له الفيلد بتاعه، له الماجنتيك فيلد بتاعه، فاحنا بنحاول ناسس. عارفين زي فكره ايه؟ زي فكره دليل التليفون. انت عارف انه محمد رقم تليفونه كذا، فلما بترن عليه بتوصل له. هي نفس فكره السبيكترو بالظبط. انا عندي الميتابولايت الفلاني، انا عارف
الفريكوانس بتاعه فين، فانا لما بعمله بقدر اسس الميتابولايت ده. هي دي فكرته بمنتهى البساطه. الام ار العادي احنا بندي راديو فريكوانسي بيطلع لنا في الاخر جراي سكيل ايمج، لكن في السبيكترو لما بندي الراديو فريكوانسي او لما بندي الايكو بيطلع لنا في الاخر ايه، كيرف وارقام واسسمنت للموتابلايتس دي. فالام ار العادي بيدينا اناتوميكال انفورميشنز، لكن السبيكترو بيدينا فانكشنال وبايو كيميكال انفورميشنز. تمام. طيب ندخل اكتر شوي. الكيرف اللي طلع عندنا ده هنقراه ازاي؟ اي كيرف في الدنيا عندنا اكس اكسس وواي اكسس. الاكس اكسس عندنا هو ده الراديو فريكوانسي، الريزونانس فريكوانسي بتاع الميتابولايت. طيب الفريكوانسي في الدنيا في العادي بيتقاس بالهرتز. طب احنا ليه هنا ما بنقيسوش بالهرتز وبنقيسه بحاجه اسمها بارت برمليون؟ لانه لقوا ان البارت برمليون ده ارقامه هتبقى اسهل في البراكتس. ان هنا هنقول 1 و2 و3 و4، لو كنا عملنا الهرتز كنا هنقول ارقام كبيره 1135 و1144، فهيبقى استعمالها في البراكتس صعب. عشان كده هم اختاروا ان احنا او اتفق على انه هنسال اكس اكسس ده هيبقى بارت برمليون. تمام. الواي اكسس هو الهايت بتاع الملوكيولز او الميتابولايتس بيك، بيعتمد على ايه؟ على الكونسنتريشن بتاع الافيلابل الافيلابل بروتون جوه الميتابولايت ده. تمام. دكتوره فاطمه بعد اذنك اعملي ميوت للصوت من عندك. اوكي. طيب الحاجة الثالثة بقى وهي المهمة هي الاري اندر ذا كيرف. الاري اندر ذا كيرف دي هي دي الكونسنتريشن بتاع الميتابولايت اللي هو بيقراها لك. هنا بتلاقي ان انا لو عندي الكيرف ده انا فهمت ايه؟ فهمت ان ده انا ليه قلت على الـ على الـ على الـ على البيك دي بالذات ان دي الان استال اسبرتيت، لان احنا بعد شوية لما هنقول على كل ميتابولايت واحد واحد هنعرف ان استال اسبرتيت عند البارت عند 2 بارت برميليون. فانا لما اجي هنا القى عند 2 ده بيك، يبقى دي لنا استال اسبرتين كبيره بقى صغيره افكتد بالليجن مش افكتد بالليجن، انا عارف مكانها. عمرها ما هتبقى عند 4، لا هو ده مكان لنا استال اسبرتين، عمره ما هيبقى في مكان تاني. تمام. طيب يبقى دي أهمية إن أنا أعرف مكان كل ميتابولايت، لأن أنا هو هنا كاتب لي عليها في أغلب الـ الـ الأجهزة بيكتب، بس أنا المفروض أكون عارف حتى من غير ما يكتب، لأنه ممكن بعض السوفت ويرز تلخبط. الحاجة التانية ده الاري أندر ذا كيرف هو بي 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 أس هو بيكتب لك أنت الرقم، هو أنت ما بتحسبش حاجة، هو بتلاقي كاتب كده هو بتلاقي كاتب كده. في حد من الزملاء بيقول الصوت مش شغال عندي خالص، ادخلي وخرجي تاني يا دكتور. خروجي وادخلي تاني، يبقى في حاجه معلقه، خروجي وادخلي تاني. طيب يبقى هي دي الفكره. ادا الكيرف هو عندنا الاري اندر ذا كيرف هو الكونسنتريشن بتاع الميتابولايت، وهو انت هتلاقيه عارف. خدتوا بالكم هنا انه التركيب بتاع البارت برميليون من اليمين للشمال، مش من الشمال لليمين، يعني 1 2 3 4 هو من اليمين للشمال. فلما بنيجي نقرا الكيرف في البيع بنقراه من اليمين للشمال مش العكس. تمام. طيب امتى يجي لي عيان حتى لو الكلينيشن طالب له سبكتروسكوبي وانا اقول له لا العيان بتاعك ما ينفعلوش سبكتروسكوبي؟ ماشي. ليه بقى وليه ما ينفعلوش سبكتروسكوبي؟ اول حاجه لو عندي الليجنز فيها سستبتابيليتي عاليه، بمعنى لو في بلاد، لو في كالسيفيكيشن، لو في اير، لو في ليجن في هوا كتير، ماشي، ده هيعمل سستبتابيليتي عالي جدا ومش هيطلع لي كيرف من اصله، هيطلع الكيرف بزار شيب ومش هيدير. فلما يكون عندك ليجن شكله كافرنوما، هو شكله كافرنوما بالكونفنشنال لا يحتمل ديفرنشال، قلت لك كلينيشن مصر ومصمم ان هو يعمل له سبكتروسكوبي،
ماشي، بيحصل في البراكتس. فانت لازم تبقى فاهم ليه ده ما يتعملوش سبكتروسكوبي، او لو انت ما مش واخد بالك فبتعمل ايه، بتعمله وكل ما تعمل السبكترو يطلع بيظهر فيه الكيرف مالوش، ما يتقريش، مالوش ملامح. طب انت عارف انه ده عشان هنا فيه بلاد وفي كالسيفيكيشن، فالشيمنج سيء، فالسستابتابيليتي عالي جدا، فما عمره ما هيطلع معاك كيرف. لو عندك ليجن قريب قوي من السكال بيز، انت عارفين السكال بيز بالبارانيزال ساينس اللي مليانه هواء، اللي مليان فيزلز، واللي مليان بون بتاع السكال بيز نفسه، ده مش هيطلع مش هيطلع في السبكتروسكوبي. السبكتروسكوبي فيه كويس. الحاجه الثالثه لو الليجن صغير قوي، اقل من سنتي، لو الليجن اقل من سنتي ممكن تعمل مالتي فوكسل، بس برضو الاكريسي بتاعه مش هيبقى احسن حاجه في الدنيا. ماشي، واتفقنا لو العيان بيتحرك، لو العيان عدسنك، لو العيان عنده بين جامد، لو كل ده عمره ما هيطلع لك كيرف كويس. طيب هنحكي شويه في التكنيك. احنا عندنا تو تكنيكس بنعمل بهم السبكترو، سنجل فوكسل ومالتي فوكسل، وممكن نعمل معاه سبكتروسكوبك ايميجنج. هنقول يعني ايه ده كل حاجه ده بالتفصيل. ده لازم يكون واضح في دماغك كويس قوي، والاوبريتور كمان اللي بيشتغل معاك لازم يكون ده واضح في دماغه كويس قوي، لانه للاسف في بعض الناس بتعتقد انه المالتي فوكسل ما هو الا شويه سنجل فوكسل جنب بعض. What is not. اوكي، فدي نقطه. اوكي، فدي نقطه مهمه لازم نعرف سنجل فوكسل يعني ايه. يعني ايه فوكسل الاول؟ يعني الريجن اوف انترست اللي هو غالبا بيبقى على شكل مربع، اللي احنا بنحطه على الاريا اوف انترست اللي احنا عاوزين نحسب عليها الليجن، او حتى النورمال اللي احنا عايزين نحسب عليه. تمام. طيب عشان اعمل سنجل فوكسل باخد الفوكسل ده، هو السايز بتاعه يبقى مفروض يكون 2 في 2 في 2، مش اقل من كده. احنا طبعا تجاوزا ممكن نعمله لحد 1.5. تمام، يعني احنا تجاوزا ممكن نقلل الفوكسل ده لحد 1.5، لكن اقل من كده لا، مش هيبقى حلو، الكيرف مش هيطلع حلو. تمام كده. احنا مفروض ان احنا لما نيجي نحطه على الليجن هيطلع لنا الكيرف بهذا الشكل، كيرف واحد بس الكيرف واحد ده كلير. الاكيرسي بتاعه في حساب الميتابولايتس اعلى بكتير جدا جدا من المالتي فوكسل. فاحنا ما ينفعش نعمل مالتي فوكسل ونكتفي بيه ونقول احسبه منه او نقول شوفوه خلاص، لا اطلاقا. السنجل فوكسل الكاكوريسي في قياس الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس افضل بكتير من المالتي فوكسل. المالتي فوكسل ازاي؟ احنا بنجيب فوكسل اكبر بكتير من الاولاني ونقسمه لفوكسلز كتيره 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 صغيره. تمام، يعني لو احنا عندنا 2 في 2، وطبعا احنا نقدر نعمل المالتي فوكسل ده اكتر من كده بكتير، وبعد كده نقعد نقسمه ل 2 في 2، ده نقسمه 20 فوكسل صغير، ونبدا نقرا في كل حته من الفوكسل الكبير ده. تمام، هنا انا لما هقول مثلا عايز اقيس الكولين، فهيعمل ايه؟ هيقيس الكولين في كل حته من الفوكسل ده ويطلع لي المين كونسنتريشن بتاع الكولين او الافريج، ويحطه لي على الكيرف. طب انا عايز اعرف في الحته دي بالذات فيه ولا ما فيش، في الحته دي في بالذات الكولين عالي ولا قليل، هقوم ساعتها لازم اعمل مالتي فوكسل. لو انا عندي ليجن يونيفورم وما فيش فيه اي حاجه، يبقى هعمل سنجل فوكسل مش هحتاج مالتي فوكسل. لكن لو انا عندي ليجن هيتروجينس، في جزء سيستك وجزء سوليد وفي ايديما حراري، يبقى ساعتها لازم اعمل مالتي فوكسل. تمام، المالتي فوكسل لا يغني عن السنجل فوكسل، لان ده مفهوم عند بعض الزملاء غير صحيح. تمام، ده اللي بيسموه السبكتروسكوبك ايميجنج. هو ايه السبكتروسكوبك ايميجنج؟ بحول الداتا اللي انا طلعتها دي من كيرفز وارقام ليه كولر كودد ماب. هنا مثلا ده السبكتروسكوبك ايميجنج بتاع الكولين على الان اسيل اسبرتين. افمانه من ده ايه؟ بيحط لي زي اي كولر كودد ماب سكيل هنا كده للكولر، ان كل ما بقى هنا مثلا الاحمر ده هو اعلى كولين تو ان استايل اسبرتيت ريشيو، والازرق ده هو اقل كولين تو ان استايل اسبرتيت ريشيو. تمام، فلو في حد
بيحب يعمل الكلر كود ماب ده كله بيطلع بالسوفت وير بيطلعه، ما فيش فيه مشكلة خالص. تمام، علشان دكتور نعمل اتفضلي معلش انا اسف انا قطعت حضرتك، اللي هو السنجل اتفضل. فوكسل، السنجل فوكسل والمالتي فوكسل، يعني السنجل ده لو مثلا انا عندي تيشو مثلا كله مثلا بلاد او مثلا كله نفس التركيب يعني بعمله، والمالتي ده لو عندي حاجة مثلا مكونة من اكتر من حاجة، يعني مثلا حاجة مثلا بون وبلاد في نفس الوقت، كالسيوم وبلاد في نفس الوقت، طب ولا شوفي ايه؟ شوفي شوفي يا دكتوره ابتسام، شوفي يا دكتوره ابتسام، هما مبدئيا الامثله اللي انت بتضربيها هو كونترا انديكيشن نعمل سبيكترو اصلا. يعني لو هو بلاد او لو هو كالسيفيكيشن ده ما هو ولا هيطلع سنجل ولا هيطلع مالتي ولا هيطلع سبيكترو. احنا لسه حالا قايلين هو ده ما هو مش هيطلع، مش هتقري منه حاجه البلاد والكالسيفيكيشن. لكن انا لو عندي مثلا جلايوم، لو عندي ماشي جلايوبلاستوما مالتي فورم، الجلايوبلاستوما مالتي فورم ده عباره عن هاي جريد تيومر، هنشوف دلوقتي اكزامبلز، عباره عن هاي جريد تيومر في نكروزس جواه وفي ايوه ايديما من بره. طب بص يا دكتوره ابتسام، انا هوقف عند ستيشنز معينه كده في الشرح واقول لكم اللي عنده اسئله هيقولها، لانه طيب بعد حاضر، شويه الامور هتوضح اكتر، فهتلقى الاسئله اللي في دماغك اتجاوبت لوحدها. شكرا بس انا للدكتور. تاني بعد باكد على نقطه الكالسيفيكيشن والبلاد، مش هيطلع معاك سبيكترو اصلا. تمام، ده السسبتابيلتي بيبقى عالي جدا فيهم، مش هيطلع معاك سبيكترو اصلا، ولا سنجل ولا مالتي ولا مش هيطلع، عشان مش مفيد، هو مش هيطلع اصلا. ماشي الحال، في فرق بين الكيرف هيطلع بس هو مش مفيد، هي الحاله متلخصه خلاص. تمام، لكن في فرق بينه مش هيطلع كيرف اصلا. يا رب تكون بس النقطة دي واضحة. طيب نكمل، احنا لما نيجي لو جينا نشوف الميتابولايتس اللي جوه البرين، هنلقى اكتر اتنين ميتابولايتس موجودين هم الووتر والفات. لو احنا سيبنا القياس كده هيطلع البيه بتاع الووتر ده عالي جدا، والبيه بتاع الفات ده عالي جدا، وبقية الميتابولايتس اللي احنا نفسنا نشوفها حاجات كده صغيرة في وسطهم مش هنعرف نعمل لها اسسمنت. فيبقى أول نقطة نعملها إيه؟ أول نقطة إن إحنا نعمل سبريشن للووتر وسبريشن للفات. ماشي؟ دي أول نقطة لازم نعملها قبل ما نبدأ نعمل السبيكترو. دي القصة اللي إحنا كنا بنحكي فيها، إن لما نيجي نحط الفوكسل خاصة السنجل فوكسل نحطه فين؟ لازم ما يكونش في مكان فيه بلاد ولا اير ولا كالسيفيكيشن ولا 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 فات. لو جنب حاجه كلها فات لا مش هنحطه، وطبعا لو في حاجه ميتال محطوطه وعامله ارتفاكت يبقى مش هينفع نحطه. تمام، دي القصه، ده كله حكينا فيه، دي قصه الكيميكال شيفت وال انا عاوزه بس اوصل لنقطه الفات والووتر سبريشن. طبعا دي 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 حاجه بديهيه جدا، ان كل ما السترينس بتاع الماجنت بقى اعلى، كل ما الكيرف بتاعنا في قرايتنا في السبيكتر والكيرف بتاع السبيكتر بقى افضل. ماشي، يعني لما تعمل على 3 احسن ما تعمل على 1.5، ولما تعمل على 7 احسن ما تعمل على 3، وهكذا. الحاجه الثانيه المهمه، ان احنا لما بنيجي نعمل السبيكتر ده اهو، بيبقى عندنا اوبشن ان احنا هنغير في تي اي. ماشي، احنا ممكن نعمل شورت تي اي، وممكن نعمل انترميديت تي اي، وممكن نعمل هاي تي اي. ماشي، مهم قوي 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 ان انا بعرف امتى اعمل ده وامتى اعمل ده وامتى اعمل ده. وموستلي احنا بنضطر في اوقات كتير نعمل اتنين مع بعض، ما بنعتمدش على واحد لوحده. طيب الشورت تي اي في ميزه ان وقته قليل، وقته اقل. الميزه الثانيه بيديني متابلايتس كتيره جدا كتيرة جدا. احنا بعد شوية حالا اهو هنقرا هنعرف ايه الميتابولايتس اللي احنا ممكن نقراها في البرين. لكن هو الفلكتويشن بتاعه من البيز لاين عالي. يعني لما تيجي تبص كده هنا هتلاقي انت البيز لاين الاكس اكسس اللي احنا اتفقنا عليه، هتلاقي لما تقارنه مثلا باللونج تي اي، هتلاقي هنا انت لو جيت تاخد بيز لاين هتلاقي كل البيكس تقريبا راجعه للبيز لاين. تمام، لكن لما تيجي هنا لا مش هتلاقيه كده. هتقول لي وايه يعني، انا يعني هيفرق معايا في ايه؟
هيفرق معايا في الكونسنتريشن في القرايه. انا هنا لما اجي مثلا اقيس الان استايل اسبرتيت، هو هيقرا الاريا اندر ذا كيرف، هيجيب معاه غصب عنه الدي ال اكس، فالرقم اللي هيطلع لي في الكيرف ده اهو على انه قرايه الان استايل اسبرتيت هو في الحقيقه مش الكونسنتريشن بتاع الان استايل اسبرتيت لوحده، ده الان استايل اسبرتيت بلس ال دي ال اكس، لانه ما بيجي يقراهم ده الكمبيوتر ما بيفهمش، هو عنده اريا اندر ذا كيرف، هو شايف ان ده كله بيك واحد لانها ما نزلتش للبيز لاين، فيديني فولس امبريشن ان اصلا اسبرتيت هنا عالي. تمام؟ فامال يبقى انا بعمله عشان استفيد من الميزه اللي فيه، انا عايز اقيس مايونستول يبقى هعمل شورت تي اي، لو عندي انبرن اورال في ميتابوليزم معين وبدور على متابولايت معين غير الاربعه خمسه الكبار اللي احنا بنحكي عنهم يبقى ساعتها هعمل شورت تي اي. تمام؟ لكن لو انا بس بدور على الحاجات الكبيره لا، يبقى هعمل، لو انا بقى بعتمد على القياسات الكونسنتريشن وبعتمد ان انا بقيس الريشيو بين الميتابولايتس وبعدها، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ هعمل اللونج تي اي. طيب لما في شورت وفي لونج بعمل الانترميديت ليه؟ اعمل حاجه في النص ليه؟ بعمل حاجه في النص لان الليبيد واللاكتيت عند 1.33 بقدر اشوف الليبيد واللاكتيت في الشورت تي اي وفي اللونج تي اي، هما الاثنين بيبقوا فوق بعض، ما بقدرش اميز ده ليبيد ولا ده لاكتيت. ساعتها لو عملت انترميديت تي اي اللاكتيت هيبقى فوق البيز لاين، لكن الليبيد الليبيد هيبقى فوق البيز لاين واللاكتيت هيبقى تحت البيز لاين، هيبقى انفيرتد بيك. تمام؟ عشان كده ده ميزه الانترميديت تي. وفي بعض الاوقات لو احنا العين بتاعنا مش مستحمل ومش هنعمل غير كيرف، يعني مش هنعمل غير حاجه واحده، يبقى ساعتها يستحسن ان احنا نعمل انترميديت تي لانه هيبقى بيجيب لنا ميتابولايتس اكتر شويه وفي نفس الوقت الكيرف بتاعه افضل، فاقدر اعتمد على القياسات اللي هو مطلعها. تمام؟ يا رب النقطه دي تكون واضحه، امتى نعمل شورت تي اي وامتى نعمل لونج تي اي وامتى نعمل انترميديت تي اي، ولو عندنا وقت قليل يبقى ساعتها هنختار حاجه واحده نعملها، نعمل ايه. السؤال اللي دايما الاوبريتور زمايلنا يسالوه او حتى محتاجه احقن العين ولا لا، عشان اعمل سبكترو لازم احقن العين ولا لا، وهل لو عملت السبكترو قبل الحقن هيديني متابلايتس هيديني قرايات مختلفه عن لو عملت السبكترو بعد الحقن؟ لا، مفيش حاجه تقول كده، مفيش حاجه تقول ان الحقن الجادولينيوم ياثر على القرايات اللي عندنا. طب احنا بقى في البراكتس بنحقن ولا ما بنحقنش؟ والله على حسب الحال. انا لو عندي عيان جاي بسي بي وديفلوبمنتال دلي وبدور على امبرنال اورف ميتابوليزم مش هحقن. طب لو عندي عيان برين تيومر وده بوست راديشن نكروزس ولا ده ريكرنس لازم احقن. تمام؟ فقرار نحقن ولا لا هو ملوش علاقه بالسبكتر، هو اوقات احنا بنبقى عاوزين نحقن علشان نشوف لو عندي تيومر اشوف الجزء الانهانسد الجزء السوليد هو اللي انا هحط عليه الفوكسل بتاعي، مش هحط في النكروزس، فده جزء من الاسيسمنت بتاع الليجن اصلا، مش عشان السبكترو في حد ذاته، لكن السبكترو ممكن تعمله من غير ما تحكي ده. واحنا قاعدين بقى على الجهاز احنا بنعمل السبكترو ازاي؟ بنعمل اناتوميكال ايميجنج ويستحسن نعمله اكزل وسالتي تلوكرون، ماشي؟ احنا ما بندخلش العين على الجهاز عشان نعمل له سبكترو ونخرجه، احنا بنعمل السبكترو بعد ما نعمل الفحص العادي. فنعمل الاناتوميكال ايميجنج وبعد كده نبدا نسلكت فين المكان اللي هنحط فيه الفوكسل بتاعه، واتفقنا على الكرايتيريا بتاعه المكان، نبعد عن البون، نبعد عن الهيمرج، نبعد عن الكالسيفيكيشن، نغطي على قد ما نقدر الليجن، لو الليجن هوموجينس خلاص يبقى هنحط على لو الليجن هيترودينس يبقى هندور على السوليد بارت. اوقات لو انا عندي ليجن زي ده وحواليه قديمه، هو الليجن ده ما حولهوش قديمه، بيبقى احنا عاوزين نقيس في القديمه اللي حواليه، ولو كملنا في الابلكيشن هقول لكم امتى نقيس في القديمه اللي حواليه الليجن او ده هينفع فين. بعد كده بنعمل شيمنج ونعمل ووتر سبريشن ونبدا بقى ناخد السبكترو بتاعنا
وبيطلع الاول بعدين نعمل له بوست بروسيسنج عشان يطلع لنا الجدول اللي فيه الارقام ويطلع لنا الكيرف النقل اللي هو معمول له السبريشن واللي احنا هنقراه بعد كده. يبقى هو ده ازاي زمايلنا الاوبريتور ما تقول له اعمل ام ار اس لازم يعمل كده، لازم يعمل اناتوميكال ايميدنج اجزاء لسالتال وكلونال عشان لما يحط الفوكسل بتاعه ويظبطه يبقى شايف از 3 دي، يعني يبقى شايف الفوكسل بتاعه فين، لانه لو حطه بس اعتمادا على الـ على الـ على الاجزل ممكن مثلا ياخد بول معاه وهو مش واخد باله. تمام. طيب في عندنا شويه حاجات ممكن تضايقنا واحنا بنعمل سبيكتر. ايه الحاجات دي؟ ان السيجنال تو نويز ريشيو ما تبقاش كويس، ان يكون في فات كونتامينيشن. فات كونتامينيشن يعني ايه؟ يعني انا حطيت الفوكسل بتاعي جنب الاسقال قوي، فالفات اللي جوه المرو اداني ليبيد بيك عالي وديك فولس امبريشن ان هنا في ليبيد عالي وهو ما هوش ليبيد عالي ولا حاجه. ماشي، دي نقطه مهمه، وعشان كده وانت بتقرا السبيكتر لازم تبقى عينك هو الفوكس المحطوط فيه. الفات كونتامينيشن لازم يتعمل له فات سبريشن، لازم يتعمل. واحنا دي حاجه كنا بنقولها زمان للاوبريتور، لو انت عندك في الليسته النهارده سبيكترو يبقى لازم تيجي الصبح قبل ما تبدا الليسته بتاعتك تعمل شيمنج للجهاز. هو يعني ايه اعمل شيمنج للجهاز؟ يعني اخلي الماجنتيك فيلد يونيفورم. احنا عندنا ايه اللي يخلي الماجنتيك فيلد ما هوش يونيفورم؟ والله اي حاجه وقعت على الجهاز، عينه مثلا داخله ودبوس وقع اي يعني اي حاجه وقعت على الجهاز دي نعمله. وحاجه ممكن تبقى اكسترنال، يعني لو انت عندك الجهاز محطوط على الشارع والشارع ده شارع رئيسي ومعدي فيه عربيات ليل مع نهار كده وعربيات كبيره وكده، ده ياثر على الفيلد بتاع الماجنت بتاعك. تمام؟ فدي لما انت قبل ما تعمل الاسبكتر لازم تكون عامل شيمنج للجهاز. هم الاوبريتور زمان عارفين يعني ايه تعمل شيمنج للجهاز. ليه؟ علشان تخلي الفيلد بتاعك يونيفورم. لان انت لو ما عملتش الخطوه دي هيطلع عندك الكيرف بيزار شيب كده. ماشي؟ يعني لو قارنا الكيرف ده لو خدنا فين هنا البيز لاين هتلاقي ايه؟ بيكس كده طالعه ونازله وملهاش علاقه بالبدايه، لانه في حاجات ثانيه مأثره على الفيلد بتاعك. لكن لو عملنا الشيمنج الدنيا بتظبط. مهم جدا قصه الشيمنج دي علشان للاسف دي بتبوظ كيرفات كتير وبتدي فولس امبريشن بدايجنوزيس وهي مش مظبوطه كده. ماشي، زي ما عملنا سبريشن للفات هنعمل سبريشن للووتر، لان زي ما اتفقنا الفات والووتر هم اكتر حاجتين موجودين اكتر توم من التابلايتس موجودين في المريض. لما نيجي نقيم الام ار اس بعد ما الكيرف يطلع عندنا هيبقى عندنا تقييم كوانتيتيف وتقييم كواليتيف. لازم الاول قبل نعرف النورمال كيرف عامل ازاي، هي ايه المتابلايتس اللي انا المفروض بشوفها، ده النورمال كيرف بتاع. ماشي، عندنا ايه؟ عندنا مين متابلايتس، لان المتابلايتس اللي يقدر السبيكترو يقراها اباوت 200. بعد كده هتيجي لسته كده بايه المتابلايتس اللي يقدر السبيكترو يقراها في البرين. عندنا قلنا الحاجات المهمه هم قلنا استان اسبارتيت الكريات والكولين والليبيد واللاكتيت والمايوسيتون، هم دول. في عندنا هنا كمان الجي ال اكس في الشورت تي اي ممكن نقراه، بيبقى بعد الان استال اسبرتيت. ادي ليست اوف الميتابولايتس، ده دول مش كلهم كمان، ده في اكتر من كده بكتير ممكن نقدر ناسس جوه البري. دول طبعا في بعض الحالات وخاصه خاصه الامبرن اورف ميتابوليزم بنبقى عاوزين نقيس مثلا الجابا ونقيس ال يعني على حسب الديزيز اللي احنا شاكين فيه سواء باللاب او شاكين فيه بالايمجنج. لكن في الاغلب في العادي في الكلينيكال براكتس هم المين ميتابولايتس اللي احنا حكينا عنهم. طيب بعرف منين على الكيرف؟ اشمعنى قلت على ده ان استال اسبرتيت؟ احنا متفقين ان احنا لازم نكون عارفين كل واحد من دول مكانه فين في البارت برميليو. على الاكس اكسس مكانه فين. تمام؟ احنا اللي هنعمله في الخطوه الجايه هنوقف دقيقتين ونفتح للاسف في جزء التكنيك او ازاي بنعمل السبيكترو. في حد عنده اي سؤال؟ معلش يا دكتور، حته الشورت واللونج تي اي ممكن اعاده سريعه كده؟ طيب احنا لما نيجي نعمل السبيكترو ممكن نغير في التي اي بتاعنا، ممكن نعمله شورت وممكن نعمله انترميديت وممكن نعمله لونج.
السؤال لازم نكون عارفين ايه فايدة وايه عيب كل واحد من دول، علشان واحنا بنختار نبقى عارفين. الشورت تي اي ياخد وقت قليل، الميزة التانية اللي فيه انه يقدر يأسس ميتابولايتس كتيرة جدا. يعني زي ما بقول لكم في الحالات بتاع الانبرو ايرور في ميتابوليزم، انا عايزة اقيس مثلا تيورين، ماشي، ده الميتابولايت موجود في البرين بيبقى عالي في حاجات معينة وقليل في حاجات معينة، مش هينفع اعمل، لازم اعمل شورت تي اي، هو ده اللي هعرف اقيس بيه. يبقى اذا الشورت ده ايه ده جميل وعظيم اهو، بيقيس الميتابولايتس كتير وبياخد وقت قليل. بس في عيب كبير قوي، ان هو الكيرف نفسه ما بينزلش للبيز لاين، البيكس فيه ما بتنزلش للبيز لاين. طب هو مضايقني في ايه ما بينزلش للبيز لاين؟ انه الكوانتيتيف بقى اسيسمنت بتاع الميتابولايتس ما بيبقاش اكيوريت، لانه ممكن يقيس ياخد اتنين ميتابولايتس مع بعض ويقيسهم كانهم واحد. واشهر حاجه على ده الان استال اسبرتيت مع الجي ال اكس، لما بيجي هنا في الشورت تي اي بتلاقيه قايس لك، لانه اتفقنا القياس اللي بيطلع ده هو الاريا اندر ذا كيرف. فلما يجي يقيس يعني ايه الاريا اندر ذا كيرف؟ يعني البيك ده اهي، لو انا الجزء اللي تحت الكيرف ده بيسموه اريا اندر ذا كيرف، ماشي، هو ده اللي بيطلع لي الرقم اللي بقول عليه الكونسنتريشن بتاع الاستال اسبرتيت. في الشورت تي اي غالبا لما بيجي يحسب بياخد الفي ال اكس مع ان استال اسبرتيت ويديني رقم، فيديني فولس امبريشن برقم عالي لان استال اسبرتيت، وتلي از نوت ذا كيس، هو ده مش حقيقي، ده لانه هو حط حاجتين على بعض وقاسهم. طب هعرف منين؟ لما اروح بقى لللونج تي اي، اللونج تي اي ياخد وقت اطول، يقيس لي الميتابولايتس اقل، بس ميزه انه الكيرف فيه لا ده نازل للبيز لاين افضل من كده بكتير. فلما اجي يقيس لي كونسنتريشن بتاع الميتابولايت ويديني رقم، يبقى انا عارف ان هو الرقم ده هو ده حقيقي الكونسنتريشن بتاع الميتابولايت ده. اوكي دكتور، هو التي اي اختصار لايه؟ التايم اوف ايكو. يعني واضح ان انت يا دكتوره لسه في اول الطريق خالص. طيب انتوا هتسمعوا معايا المحاضره دي، وبعد ما تخلصوا الفيزيكس بتاعت الام ار هترجعوا تسمعوها تاني. اوكي؟ لانه هو اكشوال احنا المره اللي فاتت طب ما سالتوش المره اللي فاتت اما قلنا ازاي نفرق التي 1 من التي 2، وقلنا ان التي اي والتي ار بتوع التي 1 اقل بكتير من بتوع التي 2. ده كله كلام بعد ما هتعرفوا الفيزيكس هيبقى واضح بالنسبه لكم. ملي تي ستاند فور تايم اوف ايكو. هو بالنسبه اللي احنا بنعمل فات سبريشن ازاي، وازاي احنا بنقيس الليبيدز في الكاميتابولايت، ولا دي ما لهاش؟ الفات مختلف عن الليبيد، الفات حاجه والليبيد حاجه تانية، صح؟ الفات حاجه واللي بتحق. لازم نعمل فات، دي فكره بقى انه الان والاوت اوف فيز مختلف عن الفات سبريشن. عارفه الكاتيجوري ده من الديسكشن، الفات حاجه واللي بت حاجه تانية. تمام. كميتابولايت يعني فكره اللي هو بيطلع من الـ من الـ من البارتكلز نفسها بتاعه الجسم، صح؟ بالظبط كده. تمام. طيب نكمل احنا الجزء الثاني من المحاضره، هنعمل ايه؟ هنحاول نقرا مع بعض الكيرف. احنا في نقطة مهمة قبل ما نسيب التكنيك لازم نقول عليها ونأكد عليها بشكل واضح جدا، ان احنا لما نيجي نعمل سبيكترو مش بنعمل على الليجن بس، لازم نعمل على الكونترالاترال نورمال ابيرنج تيشو. ماشي؟ ليه؟ لان مفيش نورمال اوفسيت فاليو للميتابولايتس. يعني في الديفيوجن لما هنقول المرة الجاية الديفيوجن هنقول ان احنا عارفين لما نيجي نقيس الاي دي سي فاليو بتاع السي اس اف هيبقى من 2.5 ل 3، دي حاجه احنا عارفينها، على اي جهاز هتقيسه هيطلع كده، على اي بني ادم هتقيسه هيطلع كده. تمام. لما نيجي نقيس على النورمال بارينكما هيطلع من بوينت من بوينت 9 بوينت 8، مش اقل من كده ومش اكتر من كده عشان اقول ان هو نورمال تيشو. طيب في السبيكترو هل انا في عندي حاجه كده؟ هل الكولين له نورمال فاليو معروف؟ ابدا. هل الان استال اسبرتيت له نورمال فاليو معروف؟ ابدا. كل بني ادم وايفن كل حته في البرين زي ما هنقول بعد شويه الوايت ماتر غير الجراي ماتر. فانا لما يكون عندي ليجن في السلمس على الرايت سايد
يبقى هحط فوكسل عليه واخد منه السبيكترا واعمل لها اناليسز وارجع احط فوكسل تاني على الليفت سالاموس و عشان دي اتس ا ماتر اوف كومباريزن. ده انا بقى اتس ا ماتر اوف كومباريزن. يبقى لما نيجي نعمل سبيكترو لازم نعمل على الليجن ونعمل على النورمال تيشو علشان خاطر نكمبير التو سايدز ببعض. تمام. احنا في الجزء الثاني ده من المحاضره هنمسك كل واحد من المطبلين ونقول هنتعرف عليه ازاي وهو ايه فايدته، يعني بيعلى في ايه وبيقل في ايه. ماشي. اول واحد هو لان استال اسبرتيت، ان استال اسبرتيت هعرفه في النورمال كيرف هو الهارتست بيك، هو اكبر واحد فيه، هو عظيم القاع. ان استال اسبرتيت ده بيقيس ايه؟ بيقيس النيورال اليمنت. طيب احنا اتفقنا ان احنا بنعرف السم ده، بس مترحل شويه شمال. احنا بنعرف البيخ، بنعرف ده بتاع انه متابلات من ايه؟ من البارت بير مليون. الاكس اكسس ده هو البارت بير مليون. ان استال اسبرتيت عند 2 تقريبا، ما بين 2 و 2.5. ماشي؟ ده مكان ان استال اسبرتيت. هو ماركر لايه؟ ماركر للنيورال والاكسون فيابيليتي ودينستي. يبقى ده بنسميه نيورال ماركر. ماشي؟ عشان كده هو اعلى حاجه، احنا بنتكلم في برين، فهو اعلى حاجه هو النيورال ماركر. الان استال اسبرتيت الكونسنتريشن بتاعهم في الوايت والجراي ماتر تقريبا زي ما هو، ما بيختلف. ماشي؟ طب امتى الان استال اسبرتيت ده يقل؟ بالمنطق، باللوجيك ثينكينج. اي انسلت هياثر على النيورال تيشو هيقلل ان استال اسبرتيت. يعني ايه اي انسلت؟ يعني انفاركشن، تيومر، انفكشن، ديمايلينيشن، الكتاب كله. ماشي؟ الكتاب كله بيقلل ان استال اسبرتين، ما عدا الكنفان ديزيز والهايبر اسمولاريتي وفي حالات الاكسون، في اوقات الاكسون ريكفري. كنفان ديزيز ده واحد من الامبرنو اولوروف ميتابوليزم، بيتشخص بان استال اسبرتيت بتاعه بيبقى عالي قوي، بيبقى البيك بتاعه في السم، لان هو اصلا ده الباثولوجي بتاعه. ماشي؟ في انزيم معين بيبقى ديفيشنت هو اللي بيعمل كنفان ديزيز، هو له علاقه بان استال اسبرتيت. اوكي؟ الحاجه الثانيه في الهايبر اوزمولاريتي ده قليل لما بنشوف. يبقى احنا اكشوال في الكلينيكال براكتس، وده هنيجي بقى للبوينت اللي هنوصل لها في الاخر، النون سبيسيفيسيتي. اي برين انسلت هيقلل ان استال الاسبرتين، بس برضه باللوجيك ثينكينج مش كله زي بعضه. يعني انا لو عندي لو جريد جليوما مش هتقلل ان استال الاسبرتين زي الهاي جريد جليوما. تمام؟ فهو هيقل، بس هيقل بانهي نسبه؟ دي نقطه مهمه. يبقى ده اول ميتابولايت، ميتابولايت مهم اللي هو ان استال الاسبرتين. تاني واحد، لان احنا بنقرا من اليمين للشمال، هو الجي ال اكس. بنسميه جي ال اكس كومبلكس، اللي هو الجلوتاميت والجلوتامين. ماشي؟ موجود فين؟ موجود برضو عند 2.5 تقريبا، من 2.1 ل 2.5. ده استروسيتك ماركر. الجلوتامين نيوروتوكسين لو زايد، اللي هو مين اللي بيبقى زايد؟ لما الامونيا تكون زايده بيبقى الجي ال اكس ده عالي. طيب وبالتالي انا اتخيل هو هيعلى امتى الجي ال اكس؟ في الهيباتيك انكفالوس، الامونيا الميتابوليزم بتاعها فيها مشاكل فيعلى فيه، في الهايبوكسيك انكفالوس. ما في ايا كان ده بيعلى في الانكفالايتس، ودي ممكن تبقى نقطه مهمه، لان زي ما انتم عارفين انه في اوقات احنا بنقول ان دي لو جريد جليوما ولا دي انكفالايتس، في بعض الاحيان بتلخبط. فلو لقيت في ال اكس فيبقى ده غالبا انكفالايتس، او ده مع الانكفالايتس اكتر من ان هو يكون مع الجليوم. بيزيد كمان في المننجيوم. ماشي؟ يبقى القاعده بتقول ان الجي ال اكس في التيومر ما يبقاش موجود، الاستثناء هو المننجيوم. تمام؟ ودي ازاي اسئله الام اس كيو بتيجي، لو احنا بنتكلم بقى من وجهه نظر الامتحان. القاعده بتقول ان الجي ال اكس في التيومر يبقى قليل، الاستثناء من القاعده دي هي المننجيوم. تمام؟
يبقى ده تاني ميتابولايتس عندنا هنا هو الجي ال اكس. يقل امتى؟ يقل في الالزهايمر، في حالات الالزهايمر وفي حالات الهايبوناتريميا وفي الهيت اند. ماشي. تالت ميتابولايت مهم هو الكريات، الكرياتين كونتيننج كومباوند اللي هو ده. انتوا لو فاكرين في لما كنا بندرس في البايوكيمستري والحاجات بتاعت البيزك ساينس اللي كنا بناخدها في الاول، مش كنا بنقول انه احنا بقى عندنا الكريبس سايكل عشان تحول الاي دي بي لاي تي بي، وهو ده مخزن الطاقه بتاع الخليه. اهو انت عشان بقى تقيس القصه دي في جوه التيشوز بالسبكترو، الميتابولايت هنا اللي هيقول لك ده هو الكريات. احنا بنقول الكريات هو كرياتين ده. ماشي. طيب الكونسنتريشن بتاعه في الجري ماتر اكتر من الوايت ماتر، يبقى دي اول بوينت اهو. لقينا في اختلاف في الـ بين الجري والوايت ماتر، هو ان الكريات في الجري ماتر اكتر من الوايت ماتر، وهو ده بيقيس السيريبرال ميتابوليزم. الكريات فيه نقطه مهمه، هو الموست ستيبل ميتابولايت في البري. يعني لما يحصل اي ليجن، اي انسلت بتحصل، تلاقي الكولين يزيد والام استيل اسبرتيت وده يعلى وده يقل ويطلع على كتفه، واكتر واحد ستيبل فيهم هو الكريات. عشان كده مستني ما بنيجي نعمل ريشوز بنقيس على الكريات، بنقيس كولين على كريات، نقيس ان استيل اسبرتيت على كريات وهكذا. ليه؟ لان الكريات هو الموست ستيبل واحد فيه. الكريات ده يعلى في الهيباتيك ترانسبلانت وفي التروما في الهايبر ازمولاريتي. ماشي. فيما عدا ذلك اغلب الحاجات هيقل فيها الكريات. التيومر والانفكشن والديمايلينيشن والهيباتيك ديزيز، فكل ده ممكن يعلى فيه. سوري، كل ده ممكن يقل فيه. يبقى بيعلى بس في الهيباتيك ترانسبلانت وبعض حالات الهايبر ازمولاريتي. وزي ما بقول لكم هو ده الموست ستيبل ميتابولايت موجود في البري. الميتابولايت الثالث واللي هو مهم جدا لاقصى درجه هو الكولين. الكولين برضه هنرجع تاني لاولى طب لما كنا بندرس في الهيستولوجي شكل الخليه. فاكرين شكل الخليه؟ السيل وول بتاع الخليه مش كان فيه الفوسفوليبيد اللي هو الفوسفاديدايل كولين؟ هو ده الكولين. هو ده الكولين اللي احنا بنقيسه هنا بالسبكتر. وبالتالي يبقى انا لما اجي اقيس كولين بقيس ايه؟ بقيس السيل ميمبرين. بقيس فيه عندي كام سيل ميمبرين موجودين في الريجن اوف انترست، وبالتالي بقيس السيلولاريتي بتاعت او بقيس السيل ميمبرين تيرن اوفر. يعني في كام سيل ميمبرين موجود وكام واحد اتكسر. فسواء كانت السيلولاريتي عاليه او كان في تيرن اوفر، يعني سيل بتموت وسيل بتتكون، اللي هو في حالات ايه؟ التيومر، في حالات النيوبلازم. اوكي. فنتوقع ان الكولين ده مكانه فين؟ مكانه عند 3.2، وهو ده بنسميه السيل ميمبرين تيرن اوفر ماركر. ماشي. ده مهم قوي لانه بيرفلكت السيلولار بروليفريشن، يقول لي التيشو اللي عندي ده هايبر سيلولار ولا هايبو سيلولار. الكولين بيعلى في ايه؟ بيعلى اكتر حاجه يعلى فيها التيومر، وكل ما الاجريشن بتاع التيومر عالي كل ما الكولين يعلى اكتر. تمام؟ لانه زي ما انتم عارفين النيوبلازما بيحصل ازاي؟ سيلز كتيره 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 جنب بعضها، وبالتالي اتوقع ان الكولين هيعلى. بالمناسبه مش بس في البرين، لان احنا لو وصلنا لاخر المحاضره هنوصل لبوينت انه السبكتر ده ما بتعملش في البرين بس، بتعمل في تيشوز ثانيه. فهو الكولين هو اللي ثابت تقريبا في كل التيشوز، وكل ما الكولين يعلى كل ده ما يبقى ده مع بوسيبيليتي النيوبلازما اكتر. بس هل ده معناه ان ما بيعلاش بس غير في النيوبلازم؟ اطلاقا بيعلى في الانفاركشن، وبيعلى في الاكيوت بالذات قبل ما يحصل دامج جامد، وبيعلى في الانفكشن في الانكفالايتس، وبيعلى في الديمايلينيشن وخاصه في الاكتف لما يكون في اكتف بليكس، وبيعلى في الداون سندروم، وبيعلى في الهيباتيك ترانسبلانت. شايفين الليسته اللي بيعلى فيها الكوليب؟ بس طبعا زي ما اتفقنا الدرجه اللي بيعلى بيها تختلف من ديزيز للتاني، لكن هي دي اللي بتوصلنا لنقطه النون سبيسيفيسيتي. يبقى اذا انسلتس كتير جدا بتعلي الكولين وتقلل ال ان استان اسبرتين. طبعا
برضه بالبداهه، لو انا عندي جزء من التيشوز حصل له نكروزس تماما، زي ابسس مثلا، زي انفاركشن، زي نكروزس بوست راديو ثيرابي، اللي هيحصل ان السيلز دي كلها هتبقى راحت وهتبقى مش موجوده، وبالتالي ما فيش سيل ميمبرين، وبالتالي الكولين هيقل. وهي دي النقطه بتاعه ان ما نستخدمه في ان احنا نفرق ده ريكرنت تيومر ولا بوست راديشن نكروز. تمام. طب يبقى البولين من الميتابولايتس مهمه جدا. الميتابولايت اللي بعد كده المهم هو المايلوسيتون. المايلوسيتون ده البيك بتاعته عند 3.5، هو جلايال ماركر، يبقى موجود في الاستروسايت، بيطلع من ايه؟ من المايلين تيشو اللي حوالين الاكسونز، لما يحصل لها بريك داون يقوم المايلوسيتون ده يعلى. يبقى لما انا اقول لك الكلام ده اول حاجه تيجي في دماغك هو ايه اللي يعلي المايلوسيتون؟ الدي مايلينيشن. ماشي؟ مش الدي مايلينيشن الباثولوجي فيه ان المايلين شيث اللي حوالين النيرفز ده بيحصل له دامج. لما يحصل له دامج المايلوسيتون ده هيطلع لوحده فاقدر انا اقيسه. فلما المايلوسيتون يعلى عندي يبقى اول حاجه هيحصل فيه او تخطر على بالنا هي الام اس او الدي مايلينيشن بوجه. ماشي. حاجه تانية بقى زي الالزهايمر، زي في بعض حالات حاجات الليكودستروفي بيعلى فيها في بعضها. طبعا الليكودستروفي ده حاجه كبيره جدا برضو، لو وصلنا في المحاضره للابلكيشن بتاع السبيكترو فيها هنلاقي حاجه مهمه. المايونستول وجد ان هو بنقدر نستخدمه في التفرقه بين اللو جريد جليوما والهاي جريد جليوما. اللو جريد جليوما يبقى فيها مايونستول كتير، لكن الهاي جريد جلايوما ما يبقاش فيها مايلوستون. ماشي. دي بالاستاتيز، لقينا ان دي واحده من الحاجات اللي تساعدنا في التفرقه بين اللون والهاي جريد جلايوما. هو يقل في ايه؟ يقل في التيومر الهاي جريد بالذات، التيومر وفي الهيباتيك والهايبوكسيك انكفالوباسي وفي الهايبوناترينيا وهكذا. او ماي جاد. طيب هو للاسف المحاضره اللي بتتسجل من عندنا وقفت لحد كده، بس طبعا اكيد الزملاء في الزماله بيكملوا تسجيل، فده ده باد لك يعني انه المحاضره اللي هتبقى على اليوتيوب هتبقى ناقصه. طيب هو احنا مش عارفه هتبقى ناقصه ولا مش هتبقى موجوده. سبحان الله، دايما الاسبكتور ده لما نيجي نعمله ما نعرفش نسجله، دي ثالث مره يحصل نفس المطابلات. اللي بعد كده المهم هو اللاكتيت. اللاكتيت ده لو انتوا فاكرين واحنا بنشرح التي اي والشورت والانترميديت تي اي، قلنا ان اللاكتيت والليبيد الاثنين بنقدر نعمل لهم اسسمنت عند 1.33 هنا في المنطقه دي كده. ماشي. الليبيد واللاكتيت في الشورت واللونج تي اي يبقوا الاثنين موجودين فوق بعض، ما نقدرش نقول البيج دي ليبيد ولا لاكتيت. علشان نقول ده لازم نعمل انترميديت تي اي، ساعتها الليبيد هتبقى انفرتد، هتبقى تحت البيز لاين، هنشوف بعد شويه في حالات، لكن اللاكتيت هتبقى انفرتد، لكن الليبيد هتبقى ما زالت فوق البيز لاين. تمام. اللاكتيت ده هو ايه؟ هو البرودكت بتاع الانيروبيك ميتابوليزم. تمام. فلو انا عندي اي حاجه بتوصل لمرحله الانيروبيك، المفروض نورمالي التيشو بيبقى ايروبيك ميتابوليزم، فالمفروض نورمال ما لقاش لاكتيت. لو لقيت لاكتيت معنى كده ان في ابنورماليتي، ان في ابنورماليتي وصلت لان يبقى في انيروبيك ميتابوليزم. ايه الابنورماليتي دي؟ هاي جريد تيومر عامل نكروزس، راديو نكروزس، انفاركشن، انفكشن. شايفين لسته الحاجات اللي تعملها، لسته الحاجات. طبعا الميتوكوندريال ديس اوردر في الليكودستروفي دي طبعا معروفه جدا، لسته الحاجات اللي تعلي اللاكتيت عاليه جدا. تمام. يبقى احنا كده قلنا المتابوليت اللي بعد كده هو الليبيد في نفس المكان، بس ما بيحصلوش انفيرجن لما نيجي لما نعمل انترميديت تي اي، ما بيحصلوش انفيرجن، بيفضل فوق البيز لاين، وبرضه بيزيد في حالات التيومر والنكروزس والابسس الليمفوما والتبركلوزس. يعني من اكثر الحاجات اللي موصوف انه يكون معاها انه يكون معاها ليبيد بيك عالي هو الليمفوما والتي بي. اوكي. معلي.
هو الليمفوما والتي بي. طيب ده جدول، ده من الاي سي ار، من السايت بتاع الاي سي ار. ده جدول بيختصر لك كل الكلام اللي احنا قلناه واكتر منه كمان. لو انت هتشتغل سبيكترو يستحسن تطبع هذا الجدول وتحطه وراك، بحيث كل ما تيجي لك حاله تبص عليها لحد ايه ما تتدرب وتبقى عارف السبيكترو كويس. بيقول لك كل ميتابولايت مكانه فين في البارت برميلول، مكانه فين في الكيرف، اعرفه ازاي مكانه فين في الكيرف. الحاجه الثانيه الكونسنتريشن بتاعه مصر قد ايه، بس الارقام دي لا تثق فيها قوي. هو الاهم ان هو هل هو نورمال يبقى موجود ولا لا. يعني لو انا عندي لاكتيت عندي ليبيد ده اب نورمال اصلا، المفروض النورمال تيشن بس فيهم لاكتيت وليبيد. طبعا الالانين احنا ما قلناهوش مع الحاجات اللي فاتت بس هنقوله بعد شويه. الالانين هو بيشوف الديوره، بيشوف المينينجيال ليجن، هو سبيسيفيك ماركر للمينينجيال ليجن او للديورا ليجن، تمام، مش للمينينجوما بس بالمناسبه، ماشي. مشكلته ان هو بيبقى موجود في نفس المكان اللي موجود فيه الليبيد واللاكتين. طيب لو عملت انترميديت تي اي هلاقي انفيرتد زي وزي اللاكتين. طب ليه اقول على ده الانين وما اقولش عليه لاكتين؟ ما انا شخصيا ما اعرفش، ماشي. طيب الحاجه اللي بعد كده، هل موجود في النورمال، في النورمال برين ولا لا، يزيد امتى ويقل امتى، وهل بشوفه في اللونج تي اي ولا عشان اشوفه لازم اعمل شورت تي اي، ماشي. دي حاجه مهمه. الماونستول عشان اعمله واعمل له اسيسمنت واقيسه لازم اعمل شورت تي اي، ماشي. لكن الكولين والان ستايل اسبرتيت ده يبقى موجود في اللونج وفي الشورت وفي كل وقت. فدي نقطه، دي نقطه مهمه، هل بشوفه في اللونج تي اي ولا لا.